كثير من الأشخاص قبلوا يتخلوا عن موهبة، هواية، شغف، طموح أو حتى حلم لمجرد اعتقادها أنه هاي أشياء ثانوية مرتبطة بمرحلة واحدة من حياتنا هي بالعادة مرحلة الطفولة. اسمي حنين الخطيب، لاعبة كرة قدم وعاملة في مجال التربية، تنمية ورياضة، وهدفي هو أروج للرياضة. هذا هو هدفي الأسمى، مش بس عشان الرياضة هو نشاط بدني بيساعد على نمو العظام والعضلات وبقينا من الأمراض وبعادل ضغط الدم وكثير كثير غيرها من الأسباب. أظن لو السبب كان هو الفوائد الطبية للرياضة كان أكيد حتشوفوا شخص ثاني واقف قدام. ولكن كشابة رياضية أردنية هدفي أروج للرياضة من الناحية الاجتماعية وتأثيرها الإيجابي على الفرد ومجتمعه وبلده. بلشت ألعب كرة قدم في واحدة من حارات عمان القديمة، وأشهر الألقاب اللي لقبت علي وقتها هي حسن صبي، مألوف كتير عند البعض أو عند أي بنت اختارت تلعب لعبة المجتمع والتقاليد قرروا ينسبوها للذكور فقط. كانت بداية صعبة كتير. الاسم جول إنجليزي، الفريق خمس أولاد بين قوسين أربع خمس لاعبين بين قوسين أربع لاعبي أربع أولاد وحنين. الزمن كل يوم الساعة 6 بعد ما نخلص واجباتنا. المكان الحارة وبالتحديد الشارع تحت بيتنا. نوع الملعب الشارع أسفلتي بين قوسين زفتة، وأعرف إذا وقعت فهي راحت عليك. مرمى واحد وحارس واحد، على أن يتم اختيار الحارس بعناية فائقة بين قوسين أنه ما يكون غشاش أو متحيز لأحد الفريقين. حكم لا يوجد، على أن يتم اتخاذ أي قرار سواء جول إنجليزي أو سواء ركلة جزاء أو بلنتي بالتصويت أو في حال وجود شهود عيان. كان دائماً عندي هدف واحد، أني أثبت حالي وأني أدهى اللعبة. دائماً كان في قاعدة واحدة، هي يجب عدم وضوع أي استثناءات مجرد أني بنت عم بلعب بين مجموعة من الأولاد، يعني بالمختصر بتقدر تشوت وحامي قد ما بدكم. ولكن دائماً كان في تحدي من نوع آخر، وهو تجاهل أي جارة عم تمر وأنا عم بلعب عم بتحاول تشحرني أو تتمتم تحكي بينها وبين حالها. أبصر كيف أمها ساكت عليها وتركتها تلعب طابة بالشوارع. بعد سنة ما بين احتراف الشوارع ما بين دوري الحارات المحلي ما بين تحديات مجتمعية كانت تعيقني إنه ألعب اللعبة اللي أنا اخترتها وبدأت تكون وتكون جزء من شخصيتي، لقيت احتراف من نوع حقيقي. كانت أول فرصة لي بانضمامي لمراكز سمو الأمير علي للواعدات. بعد سنة تم انضميت لنادي عمان لألعب لمدة 7 سنين كمدافعة في هذا النادي. كان الإنجاز الأكبر لما تم اختياري لتمثيل المنتخب الوطني عام 2009، كنت عم بمثل الوطني الحبيب الأردن. وهيك وصلت سنة التوجيهي. كلنا بنعرف هالسنة الكل بخاف منها والكل بحسب حسابها دائماً. ولهيك كان القرار إن أوقف لعبة كرة القدم. حتى بعد الجامعة للأسف هذا القرار كان مستمر لعدة أسباب. يمكن السبب الأول كان إنه يمكن أنا هلأ عندي مستقبل ولازم أحط وقتي وكل جهدي في هذا المستقبل. 2016 يعني بعد سنتين من قراري لوقف لعبة كرة القدم جاني تليفون بحكي لي حنين، احنا عم نبحث عن ناس عندهم خبره في مجال كره القدم ليكونوا احد المنظمين لبطوله كاس العالم فيفا اندر 17 ويمن وورلد كاب. هذا الحدث حدا بيعرف قد ايه كان مهم وكبير بالنسبه للاردن. الاردن كانت اول دوله عربيه تستضيف كاس عالم، كاس عالم مش للرجال، كاس عالم للسيدات. يعني بمفهومي الصوره النمطيه ممكن تتغير، ممكن المجتمع يتقبل فكره البنت تلعب كره قدم. طبعا ممكن، لانه البنات اللي كانوا اللاعبات المحترفات كانوا في قمه الكفاءه والرائع. كان عندنا 16 دوله عالميه باستضافه الاردن. بعد 6 أشهر من العمل والمثابره لانجاح هذا الحدث تعلمت وايقنت ان كره القدم هي مش بس مجرد لعبه. كره القدم هي تبادل للخبرات والمعرفه، كره القدم هي تبادل للثقافات، كره القدم قادره على توحيد الشعوب بغض النظر عن لغاتها ولهجاتها. بعديها بأشهر
أتيحت لي العمل في مخيمات اللاجئين السوريين، في ورشات عمل مختصة في تدريب كرة القدم. في أول زيارة إلي في طريقنا لهناك كان في سؤال واحد برأس، كان هذا السؤال كفيل بأنه يسبب لي قلق ويبني عندي تخوفات كثير. يا ترى كيف ممكن أشخاص تهجروا من بلادهم وخسروا بيوتهم وأغلى ما عندهم يكون همهم هلأ هو كرة القدم؟ لكن بنهاية اليوم أيقنت أنه لعبة كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم. كرة القدم قادرة تجلب السعادة وقادرة تستغل وقت الناس وجهدهم بإشي مفيد، وأهم إشي أنه كرة القدم قادرة تبني الأمل من جديد. عام 2017 مين عنده رفع الأيدي، صديق أو صديق متهور أو متهورة كثير؟ أيوة. ياسمين شابسوغ هي أختي صديقتي والشخص شاركني لحبه لكرة القدم لأكثر من 10 سنين. ياسمين إجت بكل بساطة وسهولة تحكي لي: حنين ممكن تكوني مجنونة كفاية عشان نتسلق جبل نلعب طابة فوق؟ أنا عم بحكي لها: ياسمين مالنا إيش في؟ ياسمين كانت عم تحكي لي عن مبادرة إيكوال بلاينج فيلد أو المساواة على أرض الملعب حسب ما ترجمناها. هاي المبادرة كان هدفها جمع لاعبات كرة قدم من جميع أنحاء العالم لتسلق أعلى قمة في أفريقيا وهو جبل كليمنجارو لخوض أعلى مباراة كرة قدم بالتاريخ بهدف المساواة بين الجنسين والترويج للكرة النسوية. وبالفعل بعد 6 أشهر من بعيداً عن التحديات والصعوبات اللي واجهناها، بعيداً عن العمل المستمر والتدريب اللي كنا عم نواجهه، قدرت أنا وياسمين نمثل ولدنا الحبيب الأردن بين 23 دولة من 6 قارات لخوض أعلى مباراة كرة قدم بالتاريخ دخولها فيما بعد لموسوعة جينيس الأرقام القياسية. خلال هاي التجربة بعد 9 أيام من تسلق جبل، الجبل مش بس بيحتاج جهد بدني منك، الجبل بيحتاج جهد ذهني منك. جسمك وعقلك وكل شيء ما فيك بيستسلم كل 5 دقائق نظراً لتدني درجات الحرارة اللي كانت توصل لسالب 17 نظراً لأنه مكان ما في أكسجين. قدرت أتعلم أنه أنا علي مسؤولية. إحنا هون عم نمثل بلدنا الأردن بين 23 دولة من 6 قارات، ولعلمكم الأردن كانت الدولة الأولى والثانية الوحيدة كانت كدولة عربية. قدرت أتعلم أنه أنا أهلي وصحابي ومجتمعي عم بيستنونا نرجع ونشارككم تجربتنا. وآخر إشي قدرت أتعلم أهمية وكبر الإشي اللي عم بعمله وكيف ممكن يأثر للجيل الجديد وخاصة للفتيات. سمو الأمير علي بن حسين حاصل على جائزة نوبل للسلام ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، واحد وصاحب مؤسس أهم مشاريع كرة القدم هي Asian Football Development Project، المشروع الآسيوي لتطوير كرة القدم. من بداية مسيرته هو أهم الداعمين لكرة القدم النسوية، كان من أول الداعمين لإلنا ولإنجاز اللي عملناه. عام 2017 تذكروا ياسمين حكيت لكم عنها، ياسمين مسحة صغيرة كانت قادرة تجيب هاي مبادرة المساواة على أرض الملعب يلعبوا أخفض مباراة كرة قدم عنا في منطقة الأغوار. مسحة صغيرة ياسمين وإحنا نازلين على الجبل عم تحكوا: يا جماعة هينا لعبنا أعلى مباراة، فضلوا عنا أخفض بقعة في العالم. بالفعل بعد 6 أشهر من التدريب، وقتها كان عنا دعم زيادة، كنا عم نشوف كيف عائلتنا وأصحابنا كل حدا آمن فينا عم بشجعنا وبدعمنا لنقوم بهاي المباراة اللي هي ما كان هدفها بس مباراة، لا هي كان هدفها نخدم المجتمع المحلي بأكبر قدر. خدنا 4 معسكرات تدريبية في كل من جرش، غور الصافي، وادي رم، ووادي موسى. كان هدف هاي المخيمات التدريبية هي تعليم بنات المنطقة مهارات أساسية في كرة القدم ومهارات حياتية بشكل بسيط ومتنوع. كيف يعني؟ يعني إذا أنا في بنت قدامي مش أنا بس عم بعطيها باس بالطابة، أنا عم بعلمها التواصل. هاي المعسكرات التدريبية كانت مقامة من خلال 29 لاعبة كرة قدم عالمية استضافة الأردن كمان مرة. كان هدفنا بالأرقام هو نوصل ل 400 بنت، ولكن بدنا نوصل ل 700 بنت. أنا قادرة على هلأ أتذكر وجوههم، كان كيف كان أول مرة عم بدخل فيها على الملعب،
في كثير منهم كان لأول مرة عم بدخل فيها على ملعب كرة قدم حقيقي. ليه ما عندنا فرص متاح للبنات يدخلوا على ملعب عشان هاللعبة ذكورية؟ هلأ قادرة أشوفهم كيف كانوا عم بيشوفونك قدوة إلهم وأبطال حقيقيين. يمكن أنا افتقرت هذا الإشي لما كنت بعمرهم، يمكن ما كان عندنا أبطال إناث هذاك الوقت. كنت قادرة أشوف كيف عم بيشوفوني حدا قريب منهم بيشبههم بحجابي، كوني عربية، كوني لاعبة كرة قدم، كوني بحكي نفس اللغة اللي عم بيحكوها. من 3 سنين لهلأ أنا بعمل في مجال الرياضة والتنمية. إيش يعني؟ يعني كيف ممكن نستخدم الرياضة لتنمية مجتمعاتنا وتمكين الشباب والشابات؟ الرياضة هي أداة، الرياضة هي أداة بتعلمنا ثقة بالنفس، الانضباط، الاحترام، التعاون. الرياضة بتبني حس المسؤولية عند المواطنين سواء في أرض الملعب أو في خارج أرض الملعب. الرياضة قادرة بالفعل توحد دولة كاملة بحالها. تتذكروا أول ميدالية أولمبية حصلت عليها الأردن من قبل البطل أحمد أبو غوش؟ كان عرس وطني، كبار أو صغار منا كانوا عم بيحكوا بالموضوع بغض النظر عن فهمهم أو حبهم لرياضة التايكوندو. الرياضة بالفعل قادرة تغير العالم. عام 1995 في كأس العالم للرجبي الأقيم في جنوب أفريقيا، كان فوز فريق جنوب أفريقيا كان له الهدف بأنه يقلل، كان هدف أنه يحد من ظاهرة التصنيف العنصري. أنا بعرف كثير منكم عم بحكي إحنا بنفتقر للفرص، بس أنا بحكي لكم إحنا بنفتقر لأبطال ورول مودلز حقيقيين مثلكم. شو ما كان مجالك وشو ما كان شغفك استثمر فيه وما تستغني عنه، وتذكر دائما تكون الأول في مجالك، بس ما تنسى تدعم وتشجع غيرك. وأهم إشي تذكر ترد العطاء هذا لمجتمعك وبلدك. بنهاية الموضوع عم بحكي لكم أن الرياضة هي استثمار شبابي ناجح بكل المقاييس. شكرا جزيلا.